تطبيقه بشكل رسمي في 3 مراكز طبية ربيع العام المقبل. حول هذا الموضوع معنا في هذا الصباح المهندس أيمن الروابدي، مدير مشروع حوسبة مستشفى الأمير حمزة ومركز عمان الشامل في شركة الحوسبة الصحية، وهو جزء من برنامج حكيم. يسعد صباحك مهندس أيمن. أهلا وسهلا فيك يا أهلا. أهلا وسهلا فيك، وحقيقة في البداية بدنا نقول لكم يعطيكم العافية على هذا المشروع القيم اللي يمكن هلأ المواطن عبر حواري مع حضرتك رح يكتشف قديه رح يعود بالفائدة عليه إن شاء الله رب العالمين. مهندس أيمن، أول إشي خلينا نحكي للمشاهد ما هو برنامج حكيم، يعني سمعوا عنه من خلال العديد من اللقاءات، ولكن حابة ناخد بصورة بسيطة توضيحية للمواطن حتى يعرف شو آلية هذا البرنامج. برنامج حكيم هو إحدى المبادرات التي أطلقها جلالة سيد البلاد جلالة الملك عبد الله الثاني لحوسبة القطاع الصحي في المملكة الأردنية الهاشمية. برنامج حكيم يتمثل في إيجاد برمجية طبية تسمى الملف الطبي الإلكتروني، بحيث تتكون من إيجاد قاعدة بيانية لكل المواطنين الأردنيين فيها أهم المعلومات الطبية عن هذا المريض، وبنفس الوقت هي عبارة عن أداة يستخدمها الطبيب والممرض والصيدلاني في تقديم الخدمة الطبية للمواطن الأردني. تفضلي. يعني بالنسبة للخدمة الطبية يعني بطريقة بسيطة وأوضح نوعا ما، هلأ المواطن رح يروح حسب ما علمت بأنه حيكون حسب الرقم الوطني للمواطن، يعني هل رح يكون معه مثلا بطاقة لما يدخل على المستشفى بتعطي فايلو طبي؟ شو يعني فسر لي بشكل أوضح وأبسط للمواطن حول هذا الموضوع. خلينا أول شيء نعرف أنه العملية العلاجية بتتم عن طريقة الملف الطبي الورقي، هسا رح نستعيض عنه إن شاء الله بالملف الطبي الإلكتروني اللي هو مثل ما تفضلتي أنه لما يجي المريض على الطبيب أو للمستشفى من خلال الرقم الوطني يتم عرض كل المعلومات الطبية عن هذا المريض. الجزء الأهم منه الفائدة الطبية التي تعود على المريض فيها عندما يقوم الطبيب بالعملية التشخيصية أو بالعملية العلاجية. الطبيب بيقدر يشوف كل المعلومات عن الشخص أو عن المريض في أي وقت في أي مكان، سواء في العيادة أو سواء عند السرير لما يكون داخل المستشفى. وكما حكيت إنه هاي الأداة راح تساعد الطبيب في اتخاذ القرار الطبي. خلنا نحكي أول شيء عن طريقة العلاج. لما يقوم الطبيب بوصف علاج معين أو بوصف خطة علاجية للمريض لما يقوم بعلاجه، إما بكتب له دواء أو بيعطيه خلنا نقول إنه ينعمل عملية أو شيء من هذا القبيل، في شيء اسمه تنبيه ذكي يقوم فيه برنامج حكيم، بنوه للدكتور إنه هذا الشخص بناء على المعلومات الطبية الموجودة تاريخ المرضي إنه هذا الشخص إما بيعاني من هذا المرض أو في له هذا العلاج أو عنده هاي العملية. فإحدى الفوائد المهمة جدا إنه التداخلات العلاجية راحت إن شاء الله ننتهي منها بالمرة. على سبيل المثال إذا كان هذا الشخص، إحنا ما زي ما بتعرفي هنا في كثير عندهم أمراض مزمنة، يعني نسبة عالية جدا من المواطنين الأردنيين عندهم أمراض مزمنة وهم على علاجات يعني بكميات، يعني في بعض الناس بشوفهم عندهم كيس بتكون كل دواء كبيرة من العلاجات. فإذا كان الطبيب ما بيعرف هذه العلاجات أو حتى المريض ما قدر يصور للدكتور أنه في عندي العلاجات هاي، أحياناً كثير بتم وصف علاج ممكن يأثر على هذا المريض بناحية سلبية. هاي الشغلات كلها إن شاء الله راح تنتهي بإذن الله. قبل إني يعني أفصل بهذا الموضوع وإلي العديد من الأسئلة بهذا الإطار، يعني ياريت تحدثني عن زيارة جلالة سيدنا واهتمامه الشديد بهذا الموضوع بالذات لرفع سوية الكفاءة الطبية عنا ومن أجل خدمة المواطن. حدثني عن زيارة جلالة سيدنا واهتمامه بهذا الموضوع بالذات، ويمكن هلأ عم نشاهد إحنا على الهواء مباشرة لقطات من زيارة جلالة سيدنا لمستشفى الأمير حمزة حيث أطلق بداية هذا المشروع من هناك. تفضل. المبادرة كما تفضلت هي مبادرة تعتبر على المستوى العالمي والمستوى الإقليمي من أهم المبادرات الموجودة والمطلقة. وبرنامج حكيم مش بس راح يقدم الخدمة العلاجية الأفضل للمريض، راح يساعد الأطباء والممرضين وكافة الكوادر الطبية على أنهم يقوموا
بعملهم على أفضل وجه، راح يساعدهم في اتخاذ القرار الطبي مثل ما تفضلت، راح يساعدهم على الحصول على المعلومة الطبية في أي وقت في أي وفي أي مكان بحاجة في المريض أنه يكون متواجد فيه. بمعنى أنه يعني عبر حوسبة هذا الموضوع، سواء كان من سكان منطقة الوسط أو الشمال أو الجنوب، إذا تغير الاتجاه مثلا لا سمح الله صار مع حادث مثلا على طريق العقبة وهو فايله مثلا بإربد أو فايله في عمان، نعم، عن طريق الحاسوب في أي مستشفى مربوط رح يكون معروف تاريخه هذا والعمليات اللي عملها، الأدوية اللي بياخدها، بحيث أنه بيسهل عليهم ما بيكون فجأة كل الموضوع مش عارفين شو نوع الدواء اللي باخده أو حالته المرضية. هي إحدى كمان إحدى الفوائد المهمة جدا، أنه في حالة تعرضك لأي حادث لا سمح الله، أو في حالة زيارتك لأي مستشفى مفاجئ أو لأي مكان أنت ما بتعود تروح عليه، ملفك الطبي راح يكون أمام الطبيب بلحظات، وهذا الحكي مثل ما تفضلت راح يساعد الطبيب جدا على أنه يقدم الخدمة الأفضل إن شاء الله. هلا هذا المشروع اعتقد انه راح يكون على مراحل، ينفذ على المراحل، حدثني عن المرحله الاولى، المرحله الثانيه، وتطلعاتكم افاقكم المستقبليه لهذا المشروع. المرحله البدائيه والمرحله الاولى اللي احنا قايمين فيها اللي هي مثل ما تفضلتي مركز عمان الشامل، مستشفى الامير حمزه ان شاء الله، ومركز الحسين للسرطان في منتصف العام المقبل. المرحله التاليه هي تعميم هذا النظام على بقية مستشفيات المملكة إن شاء الله في القطاع الصحي. المدة الزمنية يعني اللي رح يأخذها، يعني احنا حكينا انه في بحر ربيع العام المقبل هاي الثلاث مستشفيات رح تكون مربوطة في بإذن الله تعالى في برنامج ست حكينا. أو سبع سنوات إن شاء الله مستقبلية، بدنا ست أو سبع سنوات، ست إلى سبع على تعميمها على كافة مناطق المملكة إن شاء الله. يعني إنجاز رائع وجميل، رح ينقلنا نقلة حضارية طبية كبيرة في هذا الإطار. يعطيكم العافية على هذا الجهد. لكن السؤال اللي بتبادر لذهني الآن إنه مثلا القطاع الخاص، هناك العديد من الشركات، النقابات، المؤسسات مربوطة ضمن برامج تغطية صحية من خلال القطاع الخاص، وهم مش موظفين دولة يعني تابعين للقطاع العام. هل ممكن في المشاريع المستقبلية إنه إذا طلب القطاع الخاص إنه ينضم لهذا البرنامج، هل هناك ممانعة أو إنه يرحب المشروع ضمن آليات محددة وشروط معينة بالنسبة للقطاع الخاص؟ والخليني أذكر بس أذكر شوي أنه برنامج حكيم في شكل عام هو تم إيجاده خلينا نقول كمؤسسة وشركة غير ربحية، وهي مملوكة لكل الجهات المعنية بالأمور الطبية والصحية في الأردن: وزارة الصحة، خدمات الطبية الملكية، مركز الحسين للسرطان، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، محد الملك الحسين للأبحاث البيولوجية وأبحاث السرطان، جمعية المستشفيات الخاصة، والجمعية الملكية للتوعية الصحية. فبتصور أنه أي انتتي في الأردن أو أي جزء معني في تطبيق أو في العمل الصحي في الأردن راح يكون له دور إن شاء الله، والآلية راح تكون آلية سهلة ومميزة بحيث الكل يستفيد منها. عملك كمدير مشروع خلنا نقول أنه أول شيء مبسوط فيه كثير، ثانيا مستمتع فيه بالطريقة أنه وجدت فيه أني بقدر أقدم خبرات حصلت عليها أثناء وجودي في الخارج وتعلمي في الخارج. عملي كمدير مشروع، الأجزاء اللي بقوم فيها اللي هي متابعة يومية وتخطيط لتنفيذ مراحل تفعيل البرمجية، بساعد أو خلنا نقول مع بقية أعضاء فريق الحوسبي في برنامج حكيم لإعداد خطط تدريبية، إعداد خطط مستقبلية على أساس أنه يتفعل النظام ويكون متوفر للأطباء والكوادر الطبية وللمواطن الأردني. يعني أنا سألت عملك كمدير مشروع لأنه يمكن المواطن اللي عم بيشاهدنا الآن بحب أعطيه